شيلات الحمد لله من هنا اللي شلناه قبل شوي، سواء لا تكاثر جيتي أو يا وطننا العظيم فيه يا عين هلي صافي الدمع هلي. السلام السلام يا مرحبا ومسهلا، الله يحييكم يا هلا يا مرحبا. الله يبارك ابو صالح سم. يا مرحبا الله يحييكم. يلا حيا يلا حيا كيف الحال؟ شلونك طيبين؟ امورك بخير؟ وش الصبح زين؟ يا رب الله يعافيك. شو الاخبار؟ نبشرك بخير وعافية. يا هلا يا مرحبا يا مرحبا. هلا هلا طالع بن نجيب الله يحييك. وافين ما شاء الله. بشرنا عينك عاش مشافي عاش ايامك صك طيب الله يحييك. شلونك كيف الحال؟ شلونك بخير؟ الله يعافيك. طيب يا مرحبا مسهلا طول عمرك خير نعم. يا هلا يا مرحبا الله يحييك. اخيرا هلا طيبين الامور بشرنا عينك الله يعافيك. طيب يا مرحبا مسهلا الله يحييك. ما يحتاج سعيده الله يسعدك مبروك يلا حييك. يا مرحبا مسهلا محمد شبيب العتيبي عبد المجيد الدلبحي عبد العزيز الشديدي مذيعين معي في برنامج سابق. يا مرحبا ومسهلا نعم الله الله باقي نكمل نسلم على الشباب. يا مرحبا يا مرحبا يا محمد عبد المجيد عبد العزيز استريحوا اقلطوا وزلوا الله يحييكم. يا مرحبا ومسهلا حياكم الله جميعا. لا اعيد مره ثانيه الزميل محمد شبيب العتيبي نعم ونعم كذلك عبد المجيد الدلبحي وايضا عبد العزيز الشديدي نعم. يا مرحبا ومسهلا حياكم الله وبرك الساعات. يا مرحبا يا هلا وسهلا ابراهيم وكذلك نرحب بالاخوان الموجودين وتشرفنا بهالزياره وانت اخ عزيز وصديق جميل جدا. طبعا ابراهيم تزامنا لمده سنه ونقدم برنامج اخباركم نعم على قناه المجد العامه وكان من الأصدقاء الجميلين ومن الناس اللي تشرف معرفتها وبإذن الله إلى ما هو أفضل دائما يا إبراهيم في يا مسيرتك الإعلامية المشرفة والمميزة. الله يرفع قدرك ولا خلا ولا عدم. يا مرحبا ومسهلا. أنا أستاذنكم بس أرجع لأبو صالح الشيخ. أسلم يا أبو صالح. أولا أهنيك ما شاء الله تبارك الرحمن بهالمحبة ما شاء الله. الله يرفع قدرك من زملائك ومن أهالي القصيم ومن يا حبيبك الله يجزاك. زملائك الحقيقة موقف طيب ذا ما شاء الله نشكركم عليه الحقيقة. وما سووك إلا أنك طيب والطيب سبحان الله العظيم يخلق مع الرجال لا يشرب قروش ولا بمركز ولا شيء. الطيب مع الرجال ذكرًا قصيدة للويحان رحمة الله عليه. أنت تسمحوا لي بجيبه أسلم لأنه